مرحبا مواليد برج القوس، كيف بده يكون الأسبوع الأول من شهر تموز يوليو؟ هذا شهر أكيد ألطف من الشهر السابق، حكي عن هذا الموضوع ببرجكم الشهري، بتلاقوا الرابط بعلبة الوصف أو حطيته فوق بمطلع الفيديو، لازم تسمعوا. هذا الفيديو هو مخصص للأحوال الفلكية، يعني كيف نوعية الوقت مثل الأحوال الجوية لتعرفوا تختاروا الوقت المناسب. طبعا الشمس وجودها في برج السرطان هو وجود لا بأس به، بيساعد بمهد لتقدم ولارتفاع، وطبعا هو فترة انتقالية من المشاكل أو من التعب إلى فترة الارتياح والفاكيشن. التنين والثلاثة القمر موجود ببرج الثور. وجود القمر في برج الثور هو وجود متقلب شوي، لأنه متعب، لأنه فيه يلا وين كنتوا، وين رحتوا، وين صرتوا، كل ساعة تليفون، كل ساعة مساج، لحتى تخلصوا أموركم. وليش لا؟ حلو انه تخلصوا اشغالكم التنين والثلاثة. ليه؟ لانه الثلاثة المساء، سبعة المساء توقيت بيروت، بيروح القمر لبرج الجوزاء، الاربعاء القمر برج الجوزاء، الخميس القمر برج الجوزاء حتى منتصف الليل. هيدي فترة المعاكسة لمواليد برج القوس، لكن حلاوتها هالمعاكسة هالمرة انه في عندنا كوكب المشتري مع القمر ببرج الجوزاء. يعني المعاكسة الإزعاج منه هالقد ثقيل، يعني إذا حدا بده يعطيكم ملاحظة رح تطلع ملاحظة ناعمة، إذا حدا بده ينتقدكم بيكون انتقاد نوعا ما شوي لطيف، ما بيزعلكم، ما بيهربكم، فيعني من المستحسن أصلا ما تحطوا حالكم بظروف فيها انتقادات وفيها ملاحظات، لكنها فترة فيها تكون جيدة للقاءات، للتعارف، وأيضا للزواج والخطوبة مثلا. مع انه متقلب شوي، انتبهوا على كلامكم. الخميس منتصف الليل بيروح القمر لبرج السرطان، الجمعة القمر برج السرطان، السبت ايضا القمر برج السرطان. هلا منتصف ليل جمعة سبت القمر بيكون قمر جديد ببرج السرطان. هالقمر الجديد ببرج السرطان هو لتحييد الامور، لتحييدكم انتم عن المشكل، لحلحله وتسويه الامور، وعلى الارجح رح تربحوا، رح بتكونوا مبسوطين ومرتاحين. تذكروا تذكروا تذكروا، ما تنسوا ابدا ابدا انه كوكب المشتري هو يلي عم بيساعد مواليد برج القوس على فتره سنه، وفي عندي حتى بعلبه الوصف في عندي فيديو مخصص لتاثيرات كوكب المشتري لفتره عام، تأثيراته من برج الجوزاء على الكل، الأبراج وأنتم بيناتهم، تسمعوا رجاء تستفيدوا وبتفرحوا. إذا في عنا فترة جيدة جدا، تقدم نجاح، وعنا أيضا انتقال إلى مرحلة أفضل، يبدو وكأنه في 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 تفهم جديد أو تفاهم جديد وتسوية جديدة لأمور إدارية، يمكن عقارية، يمكن إدارية، استشفائية، مالية، مصرفية، شو ما كان، في تغييرات كبيرة رح تبدأ عندكم، فرجاء الاهتمام بهذا الموضوع وخاصة الأمور الاستشفائية والصحية. الأحد سبعة، ابتداء من سبعة صباحا القمر ببرج الأسد مع عطارد، هون الأمور صارت أفضل، صارت واضحة أكثر، القوة صارت عندكم، وبترجع المعنويات هي قوية، بترجع بتقوى أكثر أكثر أكثر، ورح بتلاحظوا هذه الأمور من سهولة سير الأمور. مش ضروري أبدا أنتم تعذبوا حالكم، إيه بتتصلوا، بتتابعوا الأمور، بتلاحقوا أموركم، وشوفوا إنها رح بتكون سهلة جدا. كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد 1 و 2 ديسمبر، هذا كوكب المشتري سبيسيال التأثيرات عنكم. إذا المزيد من التفاصيل بالأبراج اليومية والشهرية. باي باي.